يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة إذا دخلت المسجد وأرادت أن تصلي تحية المسجد فإن ابنها الصغير يبكي بشدة، فهي تجلس قبل أن تصلي التحية حتى يهدأ ثم تقوم بعد ذلك لتأتي بتحية المسجد، فهل تكون آثمة بجلوسها ذاك؟ إذا إنها جلست ما هو جلوس استقرار وإنما تجلس لغرض تهدئة الطفل، فأرجو أنه لا حرج عليها في ذلك. نعم.